كنت عايزه اقول لحضرتك بس ان انا سالت عادل، يعني احنا اتقابلنا من كام سنه فاتوا، بس قلت له استاذ وليد من الناس اللي كل ما بشوفها بحس انها بتحافظ على نفسها، بتحافظ على نفسها مش بس على مستوى الشكل، ايضا الصوت. ايه اللي انت بتعمله عشان تفضل محافظ على ده؟ فكره القلق ده والتالق واحساس الندى. تمارين صوت، نوم كويس. لسه بتعمل تمارين صوت لحد دلوقتي؟ كل يوم 3 مرات في الاسبوع. مهم، وبمشي كل يوم 6 كيلو. 6 كيلو كل يوم. الا هنا في مصر قلت لهم ما اقدرش امشي هنا لحب الناس. وقلت انا كنت اروح عند مدام رطل مدربه صوت هنا زمان، بعتني بليغ الله يرحمه، فكنت الاقي هناك فايزه ونجاه الصغيره وحتى عبد الحليم كان يروح لها زمان. تمارين مهمه جدا. للاسف النهارده اكتريت المطربات، يعني انا بتكلم في مجمل، يعني بيهتموا بالشكل والفستان واللبس اكتر ما يهتموا اكتر من الصوت.